انت نان سعادة فخر قوة حياة عون عطاء تعاون طموح سلام انتماء رضا. الواحد لازم يخدم مدينته، لازم يساعد أهله، لازم يساعد الناس اللي بيعرفهم اللي ما بيعرفهم في المدينة، وحاولنا نساعد قد ما نقدر. هو أساس الحياة، يعني حلو الإنسان يكون بترك أثر، كثير شعور حلو يعني إنك تكون راضي عن حالك إنك بتساعد ناس، هذا الإشي بنعكس عليك إيجاباً يعني قبل أي إشي.